أسعد الله أوقاتكم مع حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. في إطار متابعاتنا التاريخية نستحضر اليوم شخصية هامة يتعلق الأمر بالخضر غيلان. إذن هو القرن 17 الميلادي، المغرب عبارة عن مجموعة من الدويلات والإمارات الصغيرة المتفرقة والمتنازعة مع بعضها البعض. وهنا ستظهر شخصية الخضر غيلان الذي قام بتنظيم المقاومة المحلية بمدينة طنجة، مما جعل حاكمها البرتغالي فرناند دو ديميتشيش يطلب سنة 1656 عقد هدنة، والتي قبلها الخضر ودامت مدة سنة واحدة لينظم بعد نهايتها هجوما قويا طوق به مدينة طنجة ب25 ألفا من المجاهدين، فقطع عنها إمدادات الماء التي كانت تتزود عبر طريق القناة الرومانية المتصلة بوادي اليهود. أرسلت لشبون الإمدادات لإنقاذ مستوطناتها، إلا أنها سقطت في كمين نصبه أسطول بحري تابع للخضر غيلان بعد أن انطلقت من سواحل أصيلة. من يكون إذن الأخضر غيلان وما دوره السياسي في تاريخ طنجة وفي بداية الدولة العلوية وفي منطقة شمال المغرب؟ الأخضر غيلان هو أبو العباس أحمد الخضر المشهور بالخضر غيلان، توفي سنة 1673، تزعم حركة الجهاد ببلاد الهبط بعد وفاة محمد العياشي، فدخل مدينة القصر الكبير وانتزعها من الدلائيين وجعلها حاضرته، وانطلق منها لقتال البرتغاليين ثم الإنجليز بطنجة. تصفه المصادر التاريخية أنه ذو شخصية شجاعة ونظرة حادة وقسوة في الطباع شديد الكتمان، حتى لقب بالسيد الكتمان، لا يكشف عن مواقفه، وامتد نفوذه إلى الأراضي الواقعة بين طنجة وسبتة وتطوان وشفشاون. ينحدر الخضر من أسرة غيلان، وهم من الأندلسيين الذين نزحوا من غرناطة واستقروا بين قبيلة بني قرفط في بلاد جبالة، وكانت مواطنهم في هذه القبيلة هي القرى الصخرة والخطوط ودار القرمود وغيرها. كما كان لأسرة غيلان بيوتات عديدة في طنجة وتطوان وأضلة، وتعتبر هذه الأسرة من الشرفاء، وهم أصحاب زاوية أولاد غيلان. فولد الخضر بمدشر الزراق. كانت طنجة بعد عودتها لسلطة البرتغاليين هدفا دائما للمقاومة الشعبية المغربية التي تزعمها المجاهد الكبير العياشي، وسقط في معاركها علي غيلان وأحمد غيلان، وكان العياشي قد عين الخضر غيلان على قيادة الحركة الجهادية في منطقة الهبط، واستقل الخضر بعد وفاة العياشي وتزعم الحركة بنفسه كحركة سياسية. تسببت القيادة الجديدة للخضر غيلان للمقاومة في شمال المغرب في إرباك خصومه سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج، فسهل عليه استيلاء جنوده على مدينة القصر الكبير سنة 1063 هجرية باعتبارها عاصمة الهبط، وقتل فيها علي بن أحمد وهو منفذ اغتيال العياشي، ومات فيها جماعة من أعيانهم، وأجلع عدد كبير من أولاد القنطري وغيرهم. وكان القنطريون من الأندلسيين الذين استوطنوا القصر الكبير، وبذلك تمكن من ضم المنطقة الشمالية الغربية بكاملها ليتفرغ بعد ذلك لتطويق مدينة طنجة ومحاصرتها. بعد أن خدعت قبائل الغرب لنفوذه، جعل من أهدافه الاستيلاء على القواعد المسيحية خصوصا العرائش، فتكتلت القبائل وهاجمت قاعدة العرائش تحت قيادته 28 ماي 1955، وحاصروها
واتجهت محاولتهم لفتح ثغرات في أسوارها، فأمر حاكم العرائش الإسباني بنصب سائر المدفعية أمام النقطة، بينما قام جنود آخرون بهجوم خارجي مفاجئ. وكرر الأخضر في 9 ماي 1657 هجوما آخر على العرائش، وكان عنيفا هذه المرة، حيث لم تنجو القاعدة من هذا الحادث إلا بمعجزة حسب وصف المؤرخين الإسبان لقضية العرائش. وحين امتد نفوذ الأخضر غيلان إلى سائر قبائل جبالة والهبط، بالإضافة إلى أصيلة والقصر الكبير وتطوان، هاجم العرائش مرة أخرى سنة 1666 وبدأ في صنع سلالم للهجوم على أسوار العرائش، لكن الخبر نقله أحد الأسرى الإسبان ففشلت المحاولة. وقام الخضر بمحاولة أخرى لاقتحام المدينة بواسطة القوارب، إلا أن باخرة كبيرة تعرضت لهم ولم يتمكنوا من اجتياز باب البحرية، فانهزم غيلان أمام العرائش وسقط أخوه. اضطرت مملكة البرتغال سنة 1662 للانسحاب من طنجة وتسليمها إلى شارل الثاني ملك إنجلترا، فاستمر الخضر غيلان في شن الهجومات المتكررة، الأمر الذي أجبر الإنجليز على عقد هدنة مع الخضر غيلان، الهدنة التي استغلها الإنجليز لتعزيز التحصينات القوية حول مدينة طنجة التي لا تزال موجودة ليومنا بالقصبة. كما أنشأ الخضر غيلان قلعة سماها قصبة غيلان بتحصيناتها بالمنطقة المعروفة اليوم بملباطا، وكانت مهمتها الدفاع عن حوزة المدينة من غزو الأوروبيين وتضييق الخناق عليهم بواسطة عمليات مسلحة متكررة، مما جعلها تطمس بعضا من المعالم التاريخية لمدينة طنجة. وكان الترجمان أحمد بن الحاج محمد لوكوس، والذي ينحدر من عائلة موريسكية، يعمل في الحامية الإنجليزية بطنجة، ففر منها واعتنق الإسلام واشتغل كاتبا عند خضر غيلان. وفي سنة 1664 توجه الخضر غيلان برجاله إلى قتال الإسبان بالعرائش ليعاود الهجوم مرة أخرى على طنجة، غير أنه اصطدم بزحف الدلائي تحت قيادة محمد الحاج الدلائي والزحف العلوي نحو الشمال. ووسع الخضر غيلان نشاطاته الحربية مستهدفا المدن والقبائل التي كانت تحت إمرة الدلائيين، فحاول محمد الحاج الدلائي التصدي له، فوجد له جيشا كبيرا، وقد التقى الجيشان في ما يسمى بموقعة مليبوس الهام، فمني جيش الحاج الدلائي بهزيمة كبيرة، بينما حصر الأخضر غيلان على دعم القبائل المجاورة لمدينة تطوان مكنته من الاستيلاء عليها، لكنه واجه مقاومة عنيفة من طرف الأهالي الذين ظلوا موالين للدلائيين، فتمكنت من المدينة وأعادها إلى أحمد بن عبد الكريم النقسيس، وبذلك حصل غيلان على ولاء آل نقسيس. أسرة آل نقسيس بين من الأسر التي كانت موالية بمدينة تطوان. وبعد أن استقام أمر فاس للمولى الرشيد في ذي الحجة 1076، خرج إلى بلاد الغرب يقصد الخضر غيلان، فزحف إليه المولى الرشيد فانهزم سنة 1667، وأخضع المولى الرشيد قبيلة بني زروال، ثم مضى إلى تطوان، ففر منها غيلان إلى أصيلة، وعاد المولى الرشيد إلى فاس حيث كتبت له البيعة. فتوجه مرة أخرى الخضر غيلان إلى الجزائر طلبا لدعم الأتراك، فاستغل الاضطرابات التي كانت موجودة في المغرب بعد الوفاة المفاجئة للمولى الرشيد سنة 1672، فقام بإحياء مشروعه السياسي ببلاد الهبط بفضل المساعدات العسكرية التي حصل عليها من الأتراك من أجل عرقلة تقدم الدولة العلوية الناشئة بقيادة المولى إسماعيل، الذي واجه كيانات سياسية في جهات مختلفة من البلاد كآل نقسيس بتطوان وابن محرز بتفيلالت
لكن المولى إسماعيل اعتبر القضاء على خضر غيلان من أولوياته نظرا للقوة التي يتمتع بها وللنفوذ السياسي. وبعد فشل حصار المولى إسماعيل لمدينة تازة سنة 1673، اضطر إلى رفع الحصار عنها ليتوجهها إلى بلاد الهبط، بعد أن تلقى جيشه الهزيمة على يد الخضر غيلان من القضاء على حركة الخضر غيلان، ودخل مدينة القصر الكبير وأعطى أوامره بقتل الخضر غيلان سنة 1673، وكان له ما يريد. وقد يقال تقول المصادر التاريخية بأنه شهد موت أو قتل الخضر غيلان بنفسه. وتعرضت أجزاء كبيرة من مدينة القصر الكبير للتخريب خلال هذه الفترة من جراء الحصار العسكري المدمر الذي فرضه المولى إسماعيل على المدينة، ودفن الخضر غيلان بها وبقي معروفا لدى الساكنة إلى أن هدم الضريح الذي كان بني عليه ليقام مسجد عليه سنة 1984. حسب رسم إنجليزي تصف الرواية الإنجليزية الخضر غيلان باسم غايلاند، أمير الغرب البربري ومغتصب مملكة فاس، وتصفه الكتابات التاريخية المغربية بالمجاهد الذي انطلق لقتال البرتغاليين ثم الإنجليز بطنجة. ووصفته المصادر الأوروبية بأنه كان ذو شخصية شجاعة ونظر حاد وقسوة في الطباع شديد الكتمان، لا يكشف عن مواقفه حتى لأقرب المقربين إليه. امتد نفوذه إلى أراضي منطقة طنجة وسوتة وتطوان وشفشاون وتازة، وكانت نهايته على يد كبير العلويين المولى إسماعيل الذي عمر طويلا في الحكم وأحدث تغييرات في بنية المجتمع المغربي وكذلك في أسلوب الحكم. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من حلقتنا التاريخية عن شخصية الخضر غيلان. كان معكم عبد الله الثورة. لا تنسوا دعمنا في هذا المحتوى. شكرا لتفاعلكم وشكرا لثقتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.